السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو بنتعلم كيف نوزن الجيمبل. بهذه الطريقة بتحل عندك مشكلة انك كيف توازن الجيمبل بسهولة وبسرعة عالية وبجودة ايضا. فبنلاحظ ان عندي الجيمبل، طبعا انا بستخدم الطريقة هذه وراح تنطبق على اي انواع الجيمبل اللي موجودة في السوق، من اي نوع من الجيمبل من اي شركة ثانية. مثل ما احنا شايفين او كلنا نعرف ان الجيمبل تعتمد على 3 محاور، اللي هو القاعدة السفلية والذراع الايمن والقاعدة اللي تكون تحت الكاميرا. فاولا عشان نوزن، اول ما نوزن توازن الكاميرا اللي هو الى الامام والى الخلف. فالطريقة كالتالي: اذا كنت ما تقدر تقفل، اذا كانت الجيمبل حقك اللي معك ما فيها لوك من هنا، انك ما تقدر تقفل الجيمبل عشان ما تتحرك، فممكن انك انت تثبتها بيدك بهذه الطريقة. اذا ثبتها بيدك تترك الكاميرا وتلاحظ انها راحت على قدام، فبتروح حاول انك ترجعها على وراء. رجعتها على وراء رجعت بزيادة، فبتحاول تقدمها شيء بسيط وتتركها وتشوف هل هي ترجع على وراء ولا تروح على قدام. اذا رجعت على وراء قدمها شوي على قدام حتى تثبت الجيمبل بدون شد. إذا ثبتت الجيمبل بدون شد بتروح تشد على القاعدة أو المسمار الخلفي أو السفلي اللي موجود عندك هنا، وتحاول إنك إيش ترفع الكاميرا لهذا الارتفاع. إذا شفتها إنها رجعت، إذا رجعت ما هي ثابتة، فإن المشكلة عندك في التوازن. أو إذا إنك ثبتها كذا فإنها ثابتة. إذن الآن إذا رفعناها على فوق اتقلبت على وراء. الآن عندنا المشكلة بالقاعدة اللي موجودة هنا، لازم نسوي لها وزن. الآن القاعدة اللي موجودة إذا تركناها، إذا تركنا الكاميرا ترجع على وراء. ليش؟ لأن الوزن كله رايح على وراء. فالآن المشكلة عندنا ما هي هنا، هنا تمام مضبوطة، لكن إذا رفعناها على فوق بترجع على وراء. لازم ننزل القاعدة اللي هنا شيء بسيط حتى تكون متوازنة. لازم تكون هذه ثابتة، إذا سوينا الحركة هذه لازم تكون ثابتة. فبحاول أرخي اللي موجود عندي هنا وأقدمه شيء بسيط. خلونا نقدمه بقوة عشان نشوف الفرق. شايفين كيف طاحت على قدام؟ إذن لازم نرجعها شوي على وراء. الآن ثبتت صارت متوازنة. الآن أقوم وأشد المسمار حق قاعدة الذراع الجانبي. الآن لو أثبت الكاميرا هنا بتثبت. المفروض لو أرفعها الآن، المفروض لو أتركها الآن بتثبت. الآن ثابتة الكاميرا. طيب الآن لازم نوزن الذراع الأيمن أو القاعدة الأخرى حقت الذراع الأيمن. لو تركناها كذا بتقلب، لازم نودي الذراع اللي هنا على الجهة اليمنى اللي أنتم تشوفونها. لو تركناها كذا راحت كذا. الآن برخي أو أسحبها سحبة بسيطة. لو تركتها، لو أرخيتها بتطيح. إذن لازم إني أنا إيش أسحبها بزيادة حتى تتوازن. إذا سحبتها بزيادة بتروح للجهة اليمنى، وإذا دخلتها بزيادة بتروح على الجهة اليسرى. الشيء الجميل اللي موجود في الجيمبلز إنه موجود عندنا أرقام هنا حتى نقدر نوزن. الآن بدون شد لو أتركها ثابتة. الآن يعني الجيمبل متوازنة 100%. المفترض الآن لو أرفع الجيمبل هنا وأتركها المفروض تكون ثابتة، ولو ألفها بتكون ثابتة، ولو أنزلها أيضا وأتركها بهذه الطريقة المفروض إنها تثبت. هذه أسهل طريقة ممكن إنك توزن أي جيمبل.
نراجع الطريقة مرة ثانية. أولاً التوازن الأمامي والخلفي من القاعدة السفلية، نقدم الكاميرا قدام وورا، بعدين نرفع الكاميرا فوق ونوازن قاعدة الكاميرا السفلية. لو رجعت على وراء نسحب القاعدة إلى الأسفل أو إلى الجهة اليمنى، وإذا راحت قدام نرجع الكاميرا حتى تتوازن، وإذا خلصنا نوازن الذراع الجانبي. إذا راحت الكاميرا من الجهة اليمين نطلع الذراع، نسحب الذراع على الجنب اليمين، إذا راحت يسار نرجع الذراع وندخله، حتى أنها لما نترك الذراع المفروض أنه يتوازن. لو رفعنا الكاميرا المفروض أنها إيش تثبت وما تتحرك الكاميرا. لو لاحظت أنه في ميلان بسيط أو تركتها ولاحظت أنها فيها ميلان بسيط لازم توزنها، ولا بيصير عندك مشكلة في حال أنك لفيت الكاميرا يمين ويسار. الآن عندي الكاميرا لافة شوي على الجهة هذه، فإيش بسوي؟ برجع أوديها للجهة اليمين، دخلتها بزيادة على الجهة اليمين راحت للجهة اليمين، فبرجعها مرة ثانية هذه الطريقة ثبتت. خلاص الآن أنت تقدر تشغل الكرين أو تشغل الرونين بدون أي مشاكل. هذه أسهل طريقة